أرشان. أهل حاقة الضبع، اسمعوني منيح. هذا اللي اخترتوه زعيمكن وكبيركن ارتكب غلط كبير إن كنفوت. ونحن إذا سكتنا سكتنا كرمال نادية المرحومة نادية. بس نادية ماتت. إذا كنت زعيم يا زعيم، اتفضل احكي أمام أهل حاقتك كيف طلعت من سجن؟ كيف هربت من مشفى؟ شو عم تحكي انت؟ شغف شغف، احكي امام اهل حاقتك كيف انت طلعت من سجن؟ كيف طلعت من مشفى؟ نحن هلا بدنا ندفن المستورة، زيح من طريقنا. هذا اللي عملتوه زعيمكن وكبيركن، زوغ اوراق رسمية، طلع بدال واحد من السجن، منع أهله إنه يشوفوه. هذا الشخص مات وشبع موت. مشان شو؟ مشان أبو عصام يكون بيناتكن ويعمل زعيم. نحن ما حنقول اسم لهذا الشخص لحتى ما يكون في مشاكل بين حارات. ودائما بتقولوا الفخنساوي هو اللي بيعمل مشاكل. شغف يا زعيم، شغف قلن لأهل حارتك كيف طلعت من المشفى؟ كيف طلعت من السجن؟ هذا الحكي ما في منه، كله كذب وما صغر. أنا بحكي كلام بعرفه، ويلي أهل حارتك ما بيعرفه أبداً. هذا الحكي بنحكى فيه بعدين. أجروا يا أخوان، بسم الله. نحن بدنا ناخد جسه. ولك أنتوا شو مفكرين؟ شو مفكرين؟ الجنازة بدها تمرق بدها تمرق. أنا قلتوا وين؟ وين قلتوا لا؟ شوف جناب الكومندور، رح حاكيك من الأخير. الجنازة بدها تمرق بدها تمرق، والمخلوقة بدها تندفن بمقابرنا. بقى زيح وخلي الجنازة تمرق أحسن ما يصير دمها. دكاجة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا